إذن مؤسسة كونراد أدناور الألمانية، رح نحكي عن هاي المؤسسة اللي تأسست في الأردن من سنة 1982 مع ضيفتنا نداء شريدة. نداء، أهلا وسهلا فيك مرة تانية وصباح الخير بالعربي. أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير، صباح الأردن، صباح عماني مليء بالتفاؤل والحب والأمل إن شاء الله. بقدم برضو شكري لاستضافتك إلي ببرنامجك، كل الاعتزاز والفخر. باسمي باسم مؤسسة كونراد أدناور بقدم لقناة رؤية شكر على تغطيتها الدائم وبسندتها وجودها معنا بكل مناسباتنا وورش العمل تبعتنا. شكرا لكم. شكرا لك نداء. نداء، نحكي عن هاي المؤسسة كونراد أدناور الألمانية. سبق وحكيت انه هي تأسست في عمان سنة 1982. نعرف السادة المشاهدين اكثر عن هاي المؤسسة. طبعا مؤسسة كونراد أدناور هي مؤسسة سياسية ألمانية غير ربحية موجودة بألمانيا ببرلين، لها ما يقارب أكثر من 70 مكتب حول العالم موزعين على 120 دولة. بتقوم بمجموعة من البرامج، أهدافها العامة هي بنقدر يعني ما رح نقدر نختصرها، يعني هي كتيرة بس رح أحكي شوية منها: التضامن، العدالة، الحرية، حقوق الإنسان، حوار الأديان، حوار الثقافات. سميت كونراد أدناور نسبة إلى أول مستشار بعد الحرب العالمية الثانية. هو اسم شخص، يعني اسم شخص بالضبط. حاول أنه يدمج مجموعة من المفاهيم للدين، لأنها هي تابعة الحزب الديمقراطي المسيحي، فمجموعة من المفاهيم اللي بتكون بالدين بالدين المسيحي أفضلها حاول أنه يدمجها بهاي المؤسسة، أنه نقوم بتطبيقها على أرض الواقع عن طريق ورش عمل، عن طريق مؤتمرات، ندوات، كتيبات، كتب، منشورات، وإن شاء الله الله يقدم اللي فيه الخير. بالإضافة لأنه يعني بتعملوا أنشطة كتير أنتوا، حنحكي عن الأنشطة اللي ومن ضمنها ورشة العمل اللي شاهدناها، ورشة عمل بتخص الإعلام. أنتوا بتعملوا ورش عمل سياسية، اقتصادية، اجتماعية، إعلامية، وطبعا هاي حنحكي عنها لاحقا، بس نحكي عن أهم الأنشطة المحلية اللي بتقوم فيها هاي المؤسسة. طبعا أنا قبل شوي حكيت بشكل عام عن مؤسسة كونراد أدناور، رح أحكي بشكل خاص عن كونراد أدناور في عمان. هي أحد المكاتب السبعين أو الأكثر من سبعين اللي موجودة حول العالم. مكتبنا بعمان مسؤول عن عمان، عن سوريا، العراق ولبنان. منطبق من طريقه مجموعة من الأنشطة، من نحاول أن نترجمها على أرض الواقع ونحطها في مجال التطبيق مع شركاء محليين. نحكي شوية عن الشركاء المحليين قبل ما نحكي بالضبط. شركائنا المحليين هم الوزارات، البرلمان، الأحزاب السياسية، مجتمعات اللي هي الجامعات الأردنية، غيرها من الشركاء المحليين. يعني أكثرهم خاصة، يعني مش حكومة مثلا؟ لا، نحن عندنا برضو شركاء محليين من قطاعات حكومية، وزارات، برلمان، عندنا قطاعات خاصة، قطاعات اجتماعية، برضو بنفس الوقت اللي هي يعني المجتمع مدني. فعندنا مجموعة من الشركاء اللي منحاول بالتعاون معهم، يعني تعاون عمل جماعي انه نطبق اهدافنا على ارض الواقع. حلو. وكمان في شركاء دوليين، عرفت في شركاء دوليين، لانه نحن حكينا انه مسؤولين عن مكتب برضه عن العراق ولبنان وسوريا. من الشركاء الدوليين نقدر نحكي مثلا كلية طلال ابو غزالة، هي منظمة دولية اشهر من ان تعرف. برضه في ان ليبانيس سنتر فور بوليسي ستاديز، هو مركز لبناني. في ان مجموعة من الشركاء الدوليين اللي موجودين خارج الأردن متعاون معهم في إقامة ورش العمل تبعتنا. نقدر نختصر مثل ما حضرتك قلتي أعمالنا بسياسية، اجتماعية، اقتصادية وإعلامية. طيب خلينا نحكي عن هالورشة اللي تمت مؤخرا من قبلكم، وكمان مشاركة وكالة الأنباء إسكوبات. يعني الفكرة من إقامة هاي الورشة بداية، يمكن أنتوا طرحتوها وزي ما شفنا بالتقرير كان بمشاركة مجموعة من الإعلاميين الأردنيين، هل بتجدي إقبال على مثل هيك ورشات والهدف منها الأساسي؟ طبعا بدي أتوجه أول شيء بالشكر لشريكنا وكالة إسكوبات الإخبارية، كونها وكالة
رسالة سكوبات الإخبارية شبابية إعلامية، فنحن بنحاول دائما نستقطب فئة الشباب. فغالبا نحن بنحاول نعمل مجموعة من ورش العمل، هاي الثالثة على التوالي. أول واحدة اشتغلناها كانت الإعلام والتنمية السياسية، ثاني واحدة كانت برضو دور الإعلام في مراقبة الانتخابات سواء كانت البرلمانية أو البلدية. وهلأ حاليا مؤخرا اشتغلنا على المرأة والإعلام، فعم نستقطب فعليا نحن طلاب الإعلام سواء كانوا متخرجين أو لسه على مقاعد الدراسة. بنحاول نجمعهم مع المسؤولين التنفيذيين، مع خبراء إعلاميين دوليين أو محليين حتى يتبادلوا الأحاديث. رح يصير في تبادل خبرات، شبابنا رح يطلعوا بتوصيات منحب أنه نحن نرفعها للأشخاص المعنيين، وبرضه خبرات الأجنبية والخبرات المحلية رح يزيدوا شبابنا بمعلومات وفائدة إن شاء الله. هي الورشة ما زالت قائمة؟ لا، هي الورشة نحن انتهينا فيها وطلعنا فيها مجموعة من التوصيات. نحكي عن هاي التوصيات بالضبط. نحن حكينا عن الفجوة ما بين الجنسين بالعمل الإعلامي، وكيف نحن ممكن نقدر نتخطى هاي الفجوة، لأنه مثل ما بنعرف المرأة لها دور كتير كبير بالمجتمع وكتير مهم من دخولها للانتخابات وللكوتا النسائية. فالمرأة هي أثبتت جدارتها نقول بالفترة الأخيرة لسه أكثر بمشاركتها بالبرلمان الأردني، قدرتها على اتخاذ القرارات، تحمل المسؤولية. برضو طلعنا بتوصيات تانية أنه كيف ممكن نحن نحارب الأفكار المجتمعية السائدة وخصوصا الشبابية هلأ، أنه المرأة ما بتقدر، أو مثلا أنه كيف المرأة ممكن أنها تكون ضد المرأة بأنها تصعد لمناصب عالية. يعني كل هاي المواضيع بالفعل هي مواضيع حساسة بتخص قضايا المرأة، وبنفس الوقت قديش له علاقة الإعلام في مثل هاي القضايا. يعني يمكن إحنا من الناس اللي كتير بنسعى لأنه كإعلاميين أنه نحاول يعني نتطرق لمثل هاي قضايا، لأنه بالفعل كتير مهمة، وإنتوا دوركم في هاي المؤسسة بأنكم تثيروا هاي القضايا وبنفس الوقت تربطوا ما بين المؤسسات بعضها مع بعض. يعني بالفعل شيء كتير مميز بتقوموا فيه بهاي المؤسسة. بدي أعرف منك أكثر عن الأنشطة اللي بتفكروا تعملوا فيها مستقبليا. طبعا أكيد. هلأ من ناحية إعلامية، نحن إن شاء الله في إنا ورشة قريبة مع وكالة سكوبات الإخبارية. بشكر الزميل عماد نصير بهاي المناسبة، المشرف العام للوكالة وكمان رئيس التحرير ماهر مضية. رح نعمل إن شاء الله دور الإعلام بمحاربة الفساد، طبعا هذا بناء على طلب الشباب اللي بيكونوا حاضرين معنا الورش. في عنا evaluation sheet، استبانة منوزعها على الشباب بعد ما تخلص الورشة. بنحاول نستقطب منهم أفكارهم، يعني تطلعات مش على قضية معينة مثلا، أكثر من قضية. بالضبط، دور الإعلام بأكثر من بالضبط. هاي كتير كتير مهم، خصوصي يعني أنه بتتابعوا أهم الأحداث الآنية اللي عملها بتحصل في الأردن، وبنفس الوقت أنتوا بثيروها هاي القضايا مثل قضايا الفساد يمكن أنتوا والإصلاح برضو. رح يكون لنا ورشة قريب إن شاء الله عن دور الإعلام برضو بالنهوض الاقتصادي، كونه نحن هلأ يعني أنه في مشاكل اقتصادية. فمنحاول دائما كيف ممكن يكون دور الإعلام بالنهوض الاقتصادي والانفتاح والازدهار الاقتصادي. طيب إذا مثلا أي أحد حابب أنه يشارك معكم في هاي، كيف ممكن يتواصل معكم؟ والله نحن حسب عنوان الورشة منحاول أنه نختار الفئة اللي يعني المستهدفة للحضور. فإذا كانت الورشة إعلاميا غالبا ما منوجه الدعوات لطلاب الصحافة والإعلام، سواء إن كانوا لسه طلاب بالجامعات الأردنية أو يعني متخرجين. إذا كانت مثلا اقتصادية فمنحاول نحن نوجه دعواتنا طلاب الاقتصاد أو مثلا رجال الأعمال، يعني كل قطاع له فئة مستهدفة منحاول نوجه لها دعواتنا. طبعا بالتعاون مع الشركاء المحليين. وبتحس إنه الشركاء المحليين يعني بيساعدوكم بكل خطوة بتقوموا فيها، وبرغم من أنتم كمؤسسة كمان داعمة لمثل هيك مشاريع، يعني في نوع من التعاون الـ يعني بدناش نقول المادي قد ما هو معنوي أكثر من المادي، صح؟ طبعا هو زي ما قلت بالقبل انه وجود الشركاء المحليين كتير ضروري بالنسبة لنا. نحن الاثنين بنشتغل مع بعض مثل طرفين، الاثنين بيكملوا بعض.
وجود الشركاء المحليين كتير ضروري بتوجيه دعوات برضه، لأنهم هم غالبا ما بيكونوا أدرى بوضع البلد، لأنه كلهم شركاء محليين مختصين يعني بيحاولوا يطرحون المواضيع المشاكل الموجودة في البلد، ونحن بنحاول نتناولها بما يتناسب مع أهدافنا وتطلعاتنا. بتحسي أنه في نتائج فعلية لكل اللي عم بتقوموا نداء؟ والله نحن بنتأمل ويعني بنتمنى أنه يكون في نتائج فعلية. بنقول دائما كل ورشة عمل إلا ما تطلع بنتائج، سواء إن كانت على المدى البعيد أو على المدى القريب. فبتلاقي على أقل ما فيها ممكن أنه يصير فيها تبادل خبرات، على أقل ما فيها ممكن أن يكون فيها تبادل خبرات، تبادل معلومات. أحيانا ممكن نطلع بتوصيات إذا كانت تعديلات، مثلا زي تعديل بقانون الانتخاب الأردني أو تعديل بقانون الكومبيتيشن لو، قانون المنافسة الأردني، بنوصلها للجهات المعنية، وأحيانا إن شاء الله يعني بتكون الأمور تمام. إحنا بنهاية هاللقاء بنتمنى لك كل التوفيق، ويعني الإشي المميز إني أول ما شفتك نداء عم بقول قديش يعني عمرك صغير وبنفس الوقت عندك هالقدرة على اللقاء المقابلة، يعني مثلا كانت كتير سلسة بيني وبينك، والخطاب تبعك يعني بتحسي إنك ما شاء الله عندك قدرة رهيبة على إلقاء الخطابات، يعني أنا حسب ما شفت وحتى كمان بالتقرير. فبنتمنى لك كل التوفيق، لأنه بالفعل أنت نموذج يمكن من هالشابات اللي بنفتخر فيهم. يعني يمكن عشتي فترة طويلة في ألمانيا لكن كنت متواجدة هون، ويمكن بتشوفي وبتتابعي معنا كل المواضيع الهامة اللي عم بتصير عنا في الأردن. بدنا نشكرك كل الشكر لك نداء الشريدة، أهلا وسهلا فيكي معنا في دنيا يا دنيا، وأنت مديرة مشاريع في مؤسسة كونراد أدناور. شكرا لك ونتمنى لك كل التوفيق. شكرا لك، يسلموا. شكرا لك. متابعينا معكم فقرات دنيا يا دنيا، بعد الفاصل راح نكون اكيد في فقرات متنوعه ومميزه، خليكم معنا.